السلام عليكم احبابي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا هذا الفيديو، انا عارفه راسي كنغبر عليكم بعض مرات، وعاد كنجي عاود كنبارطاجي معكم عاود كلشي بعض مرات. علاش كنغبر عليكم؟ ني حتى تكون عندي معلومات كافيه على هادشي اللي غادي نجي نهضر لكم عليه، ونشوف بان الناس كتفاعل معايا اسئله مثلا او لا شي حاجه، ونشوف بان الناس كتفاعل معايا باش انا كنتشجع ونخرج نعمل لكم فيديو. فلهذا انتينا ولا كنتي كتفرج فيا، خلي لي لايك، خلي لي تعليق، كيفاش المهم تعليق اي حاجه بغيتيها، وباش انا ملي كنشوف داكشي، ملي كنشوف التعليق بزاف، ملي كنشوف يعني الناس كيتفاعلوا معايا وخصهم يعرفوا، انا كنتشجع يجوني بزاف الافكار باش نعمل فيديوهات ونهضر على قانون الجذب اللي هو كيعجبكم بزاف، كيعجبكم هاد الفيديوهات بزاف، فانا كنتشجع ونهضر عليهم. اليوم جيت نهضر لكم على واحد السؤال كيتردد بزاف. السؤال هو انا عملت قانون الجذب، طبقت كل شيء اللي قلتي لي، عملت جلسات الاستغفار، ولكن ما شفت حتى شيء نتيجه. علاش اثناء انا ما كنشوفش نتائج واخا كنطبق داكشي كامل اللي قلتي لي؟ فكيف ما كنت كنقول لكم، اول حاجه اللي هي مهمه بزاف اللي ما كتطبقوهاش، يعني فيكم العجله، يعني كتكون العجله بزاف، يعني انا خصني دغيا نطبق ديك الحاجه نشوف النتائج ديالها دغيا، خصك داكشي دغيا. لا، ملي كتكونتي انا كتطبق واحد الحاجه خصك ان يعني خصك تسنى النتائج ديالها، هو ما كاينين، انت خصك تطبق وتخلي كل شيء على الله، تعمل اليقين بالله بان ديك الحاجه النتائج ديالها غادي يجيو من بعد، ملي غادي تكون الاستحقاق ديالك طلع، ملي غادي تكون انت منفتح بانني نستقبل ديك الحاجه، ملي غتكون بانك انت صافي وصلتي للمومنتو بانك طبقتي كل شيء وصافي، يعني عندك كل شيء معوض، ساعه غيجي مومنتو ديال الاستقبال. يعني انا قلت يعني جلسات الاستغفار لا تقل عن مدة 30 يوم. يعني فأنا كيجيوني كيقولوا لي أنا عملت جلسة استغفار ولكن ما كنشوفش النتائج ديالها، ولكن واش عملتيها 30 يوم؟ تقدرتي مثلا عندك الذنوب بزاف وعملتيها 30 يوم، ولكن انت هذاك الذنوب باقي ما نظفتيش الذنوب ديالك، فخصك تعملها أكثر من 30 يوم. فحال أنا مثلا أنا عام وأنا كنعمل في الجلسة، عام وانا كنطبق جلسات الاستغفار كل يوم، يعني نقدر نكون مثلا ما عملتها شي متسلسله، يعني متتابعه، يعني نقدر نكون عملت 3 شهور متتابعه، عاود خليت واحد الشهر، عاود 3 شهور اخرى متتابعه، ما عرفتش ما عقلاش كيفاش كنت عملتها، ولكن انا متاكده بانني انا لمده 3 شهور ما وقفتهاش، وهي تقدر تعملها غير لمده 30 يوم شهر، اللي هي شهر وما توقفاش وغادي تشوف النتائج، ولكن انت ما خصكش تسنى انا صافي عملتها وكنتسنى النتائج. لا، هذا كيتسمى بالتعلق، والتعلق شنو هو؟ هو انك محتاج عندك الحاجه، والكون يعني كيف ما هو عامله الاله، كيف ما هو معدله الاله، الكون ما كيعطيش للناس المحتاجه، بحال اللي كيقولوا مصريين الدنيا ما بتديش محتاج، يعني هي هذه لا بالابرا، يعني هي هذه حرفيا الكون ما كيعطيش الندم محتاج. وعلاش الفقراء كيزيدوا يتفقروا والاغنياء كيزيدوا يغنوا؟ علاش؟ لان الكون ما كيعطيش محتاج. علاش انا نقول لكم واحد الحاجه كتوقع، مثلا انت كتكون محتاج لواحد الحاجه وكتكون انا باغي خصني تجيني شي فلوس او لا شي ديبلوم او لا شي حاجه طلبتيها وباقي ما جاتك شي، وكتبقى عامل بالك معها او لا شي مثلا شي شخص بغيتيه يهضر معاك وبقيتي عامل بالك ما هضرش معايا. من بعد ملي كتنسى ديك الحاجه كتقول صافي ما بغيتهاش، او لا انا صافي ما خصنيش ديك الحاجه، ولا ما خصنيش ديك الشخص يهضر معايا، صافي ما. ملي كتحيج ديك مشاعر الاحتياج والتعلق، فديك الشخص كيجي يهضر معاك، اولا ديك الحاجه كتوقع لك. ملي كنتي كتسناها ما جاتكش، ملي ما بقيتيش كتسناها وصافي ما بقيتيش محتاج ليها كتجيك. واغلبيه مننا وقعت له هيدا، اللي وقع له هاد الحاجه يخليها لي في التعليق ويقول لي عندك الصحه سناء، هاد الحاجه هادي كتوقع لنا خليوها لي في التعليقات
وخليوا لي معكم واحد جيم واحد لايك، دعموني دعموني. هذه يعني هذا السبب، هذا من اكثر الاسباب اللي ما كيخليش قانون الجذب يتفعل معاك بالايجابي. يعني هو قانون الجذب بحال اللي قلنا في الفيديوهات اخرى، يعني هو كاين بك او لا بك، كاين غير شنو انتي خصك تخدمه للصالح ديالك، لانه هو قانون كوني الهي. فهو كاين قانون كيمشي عليك، كيمشي على المسلم، على المسيحي، على اليهودي، على الملحد، على اي واحد كيمشي هذا القانون هذا. ولكن ملي انت كتفهم القوانين وكترجعوا للصالح ديالك بانه يخدم للصالح ديالك لانه هو مسخر لك، فتما باش كتبدا تعيش النعيم في الحياه. فعليها هاد الحاجه هذه اللي هي التعلق، كتبقى تسنى الحاجه. يعني انا ما وقع لي والو، انا ما وقع لي والو، ما يمكنش. يعني انت ملي كتسنى الحاجه ما غادي يوقع لك حتى شي حاجه، ما غادي تشوف شي، ولكن واخا يكون عندك النتائج كتكون انت كتسنى الحاجه وما كيوقع لك نتائج اخرين مزيونه باش ديك النتائج كيعدلوا لك باش ديك الحاجه توقع لك، وانت ما كتردش بالك مع داك النتائج اللي كيوقعوا الايجابيه، كتخصك بالك غير مع داك الحاجه غير مع داك الحاجه غير مع داك الحاجه، فديك الحاجه ما كتوقعش، ما كتعطل. علاش؟ لان انت بالك معاها ومحتاجه، وكتعطي كتعطي الدبدبات، يعني المشاعر كيعطيو دبدبات بان انت كتحتاج ديك الحاجه، وكل ما احتاجتي ديك الحاجه كل ما هي غادي تنفر منك وغادي تبعد منك. فدائما دائما مشاعر الاحتياج نحيدوها، هي واحد الحاجه صعيبه انا جربتها، واحد الحاجه صعيبه. يعني ماشي كنقول لكم انا كنت معلمه، دائما كنقول لكم انا هادشي هذا تعلمته عاد جيت قلت لكم. انا باقي لحد الان باقي عندي بزاف ديال الحاجات اللي عندي معها مشاعر الاحتياج، فديك الحاجات ما كيجيوش، فهمتوا؟ يعني باقي، ولكن تعلمت بزاف ديال الحاجات اخرين بانني ما يكونش عندي احتياج ليهم، فديك الحاجات اللي ما عنديش انا احتياج ليهم هما اللي كيجيو. واش فهمتوا؟ يعني هيدا خصكم تكونوا، يعني تكونوا محايدين، صافي هذيك الحاجه جات انا غادي نكون سعيده، وما جاتش صافي غادي نعمل حاجه اخرى، اولا غادي انا الحمد لله هيك عايشه كناكل كنشرب صافي ماشي مشكل، هذيك الحاجه هي غتجي في وقتها، ملي غيوصل وقتها غتجي، فهمتي؟ يعني انا كنقول لك كنشوف تعليقات، انا عملت جلسه الاستغفار ولكن ما كنشوف حتى شي حاجه، حتى شي حاجه تبدلت. لا ماشي هيدا، انا ملي عملت جلسه الاستغفار اول مره ملي عملتهم نعست وعملتها، وانا قلت لكم شنو وقع لي في الفيديوهات السابقه، كنت يعني عاود لكم حكيت لكم شنو وقع لي. فهذيك الحاجات هذوك انا ملي عملت جلسه الاستغفار ما عملتهاش بانني انا كنتسنى شي حاجه، انا كنت ولا انا عملت جلسه الاستغفار باش يجيوني الفلوس، انا عملت جلسه الاستغفار حيت انا ما كنتش عارفه بان داكشي كيوقع ملي كتعمل جلسه الاستغفار، فملي انا ما كنتش عارفاه فانا ما تسنيتش شي حاجه، عملت جلسه الاستغفار بنيه انني النيه اللي كانت عندي انني نطهر من الذنوب، لان كانت وصلت حياتي واحد الدرجه اللي صافي ما بقاتش حياتي كتزاد، رجعت كترجع للوري، ما بقاتش كتزاد لقدام يعني. وفي ديك الساعه انا ملي يعني كان خصني غير شي حاجه اللي تعاونني، شي حاجه اللي مجبرت لي يعاونني، ما جبرت معاه من نهضر، ما جبرت معاه فكنت كنهضر مع الله، بديت كنقول يا ربي يا خالق ديالي شنو نعمل دابا، انا خلقتيني باش نبقى هيدا دابا. انا في ديك الساعه بانوا لي، لان الله ملي كتهضر معاك ملي كتهضر معاه راه هو سميع عالم، يعني هو كيتجاوب معاك ومجيب، كيتجاوب معاك يعني هو كيسمعك وكيعلم داكشي اللي فيك وكيتجاوب معاك، غير شنو انت خصك تشوف داكشي اللي كيتجاوب هو معاك به. الله سبحانه وتعالى راه كيتجاوب معاك، راه كيعطيك. بحال دابا مثلا ماشي غادي تقول له ربي انا خصني 20 مليون، غادي تصبح في الصباح غادي تجبرها تحت مخده، ماشي هيدا، لا ماشي هيدا، خصك ضروري يعني تهضر مع الله وتشوف الفرص اللي كيعطيك الله باش تقدر تجذب ديك الحاجه هذيك. ربي كيقيل يعطيك في الفرص كاينين، ماشي فرصه واحده كتجي في الحياه، نو، كاين الوفره في الفرص، بحال اللي كاين الوفره في الاكسجين، عمرك تسالى من الدنيا الاكسجين، ملي بدات الدنيا وكان الاكسجين، فبحال كاين الوفره في الاكسجين كاين الوفره في الفرص. شنو خصك تشوفهم، خصك ترد البال مع ملي تكون كتعمل هادشي، ملي تكون كتعمل جد بجلسه الاستغفار وهذا، ما تبقيش تسنى واحد الحاجه، لا خصك ترد البال مع الفرص اللي عندك في الحياه في لونطواج ديالك. ف
فهمتوني حتى لهنا فاهميني ياك. المهم انا ما خصنيش نطول معكم في هذا الفيديو، خصني نعمل فيديو قصير باش نتوما ما تملوش مني. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي بحال اللي كنت كنقول لكم دابا، نتوما كتطلبوا من الكون، يعني من الكون اللي مسخر مع عند الاله. دائما كنسطر مع على داك الكون اللي مسخر مع عند الاله باش ما يجيوش ناس سلبيه يقولوا لي لا كتطلبوا من الكون، راه ما يمكنش جالسين كتطلبوا من الكون، راه الكون ماشي نو لا فهموا، حنا كنطلبوا من الكون لان الكون هو مسخر من عند الاله ليلك. فانتينا مادام هو ربي عامل لك بحال القانون القوانين اللي كاينه في شي بعد يعني الدول ملي كتعمل اسس دوله كتحكي الحاكم ديالك عمل القوانين ديالها، وهي داك الاله الخالق ديالنا. فهو ملي عمل الكون عمل القوانين ديالو، كاينين بزاف القوانين. فاحنا دابا حنا كنركزين على قانون الجذب، كاينين قوانين اخرى صراحه انا ما كنعرفهاش كامله، من نهار اللي غادي نعرفها غادي نطلع نهضر معكم فيها نهضر معكم عليها فيها. المهم كاينه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي ما كتعملش انت، ملي كتطلب ملي كدعي بالدعاء اولا كتطلب كتعمل قانون الجذب، انا بغيت سياره اولا انا بغيت منزل وغادي تبقى تينا غادي تبغي سياره اولا منزل وغادي تبقى ناعس في هذا، غادي داكشي غادي يجيك غادي يدق عليك يقول لك ها انا جيت عندك السياره غادي تدور عليك غادي تدق عليك تقول لك شوف ها انا جيت عندك جذبتيني انا جيت عندك. لا ما يمكنش، راه خص واحد الحاجه مهمه خصها تعمل ملي تعمل قانون الجذب، خصك ضروري ضروري ضروري. وهاد الحاجه هادي في الفيديوهات السابقه ما كنتش قلتها، هاد الحاجه هادي ضروريه بزاف بزاف اللي هو السعي. يعني انتينا ملي تجذب شي حاجه خصك دائما تعمل شي سعي ديالها. فحال مثلا انا بغيت نجذب مثلا سياره، انا طبعا غادي نوض نشتغل، وحتى ولا كان عندي فرصه بانني نشتغل عمل ثاني غادي نشتغله، وربي ديك الساعه عرفتي شنو كيوقع ربي كيسر بحال دابا مثلا داك العمل الثاني غادي يخلصو كثار باش تقدر فهمتي، يعني كيوقع داك اليسر ملي كتينا كتخدم القوانين الالهيه الكونيه كتكون كتفهمها كتخدمها للصالح ديالك، ديك الساعه كيوقع واحد اليسر باش كيجيك الكون كامل كتعوض باش تينا تشري ديك السياره هذيك، اولا تقدر مثلا يعطيوها لك كادو، اولا تقدر مثلا مثلا تينا تدبر غير النص ديال الفلوس ديالها وشي واحد يجي يعطيك النص ديال الفلوس ديالها، اولا تقدر ديك النهار تجبرها بان هي بروموسيون. فهمتي هاد الحاجه هذه وقعت واحد المتتبع ديالي وعاود لي قصه ديالو، يعني جذب واحد السياره وعاود لي قصه ديالو، راه قصه رائعه في الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله غادي نعمل لكم تجارب الناس اللي كتدخل، عرفتوا شحال الناس كتدخل تعاود لي التجارب ديالها في الانستغرام، كتعاودوا مني حتى هنايا في التعاليق، ولكن في الانستغرام كثار كيدخلوا يعاودوا لي التجارب ديالها. عرفتي كنفرح بزاف، وحتى نتوما الا وقعت لكم شي حاجه بحال هيدا اولا شي حاجه مع الاستغفار ولا شي حاجه مع قانون الجد، دخلوا عاودوا لي التجارب ديالكم في الانستغرام انا غادي نخليه لكم. عرفتي كنفرح بزاف وغادي نبارطاجي في الفيديو اللي ما جاي ان شاء الله، غادي نبارطاجي التجارب ديالكم كاملين باش نحفز الناس بان القانون كاين واليقين في الله كاين، وهادشي هذا اللي كنقولوه راه بصح، وانا باغيه غير نحفزكم وكل شيء نوض يعمل هادشي هذا باش يدوق النعيم، وحنا كاملين ماشيين بينا هيدا كنتعلموا وكنتعلموا من بعضنا. ولا عندكم شي معلومه تكون انا ما قلتهاش خليوها لي في التعليقات حتى هي، فانا كنتعلم منكم وانتم كتعلموا مني وصافي. حتى انا يوصل الفيديو ديالي نتمنى يكون عجبكم، فيديو خفيف وظريف نتمنى يكون خفيف وظريف بلاتي تنعمل له مونتاج عاد عرفت انا كنهضر بزاف بقيله. نتمنى يكون فيديو خفيف وظريف على قلوبكم، نتمنى نكون خفيفه انا على قلوبكم، وسلام عليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله.